والصلاة والسلام على أشرف المرسلين باسم مكتب التنسيقية الولائية وممثل الدوائر البلدية الحرس البلدي وباسم مكتب الخدمات الاجتماعية وعمال الإدارة والمندوبية وعلى رأسها المندوب الولائي للحرس البلدي وباسم كل أعوان الحرس البلدي لولاية سعيدة نرحب بكل الضيوف المتواجدين في هذه القاعة لحضور هذا الحفل التكريمي لأعوان الحرس البلدي المتقاعدين تحت وصاية الجيش الوطني وكذا تكريم الأعوان الذين يستفيدون من الإعانة المالية لافامبوس. ومن هذا المنبر أشكر جزيل الشكر كل السلطات الولائية المحلية والعسكرية وعلى رأسها السيد الوالي ولاية سعيدة على كل المجهودات المبذولة وحرصه الكبير على مرافقة أعوان الحرس البلدي لولايتنا. وكذا نشكر الشكر إلى السيد رئيس الديوان الوالي وكل من السادة رؤساء الدوائر والمجلس الولائي والبلديات. كما لا يفوتني أن أرحب بالزملاء الممثلين متقاعدي الجيش الوطني الشعبي ورجال الدفاع ذاتي وشكرا.